الاستاذه الاستاذه مشيالنا ب7000 واحد في ديلها وطول النهار قرفانه. الستاف راح الستاف جه يخش معايا يظبطوا القص يظبطوا البق يظبطوا الروج وهذه هي المظاهر الكذابه. دلوقتي احنا بقينا في عصر المظاهر، اللي ما عندوش بيدعي انه عنده، واللي عنده بيتمنظر باللي عنده، واللي مش عنده هيموت ويبقى عنده، واللي مش عنده بيشتري المضروب عشان يقل ايه يبقى عنده. بقى في حاله من طب انت عارفه يا هيتي ان في ممثله ما بيبقاش اصلا عندها الكرو بتاعها، ولو رايحه تصوير او رايحه مثلا بيستضيفوها في برنامج بتجيب الناس دي عشان تخش بيهم عشان تعمل لنفسها منظر. شكل ومنظر زي ما انت بتعملي كده يعني كل يوم معانا. لا 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 اصلا انا ليا اسمي وماشيه بيهم بقالي سنين. لا سيبك من ده. لا انا بتكلم فعلا في بيعملوا ده. ده حقيقي. وفي بيتعمدوا تبص تلاقي هي مين دي وايه اللي ماشيين وراها دور اخواتها. صح. والله بجد يعني شيء مستفز. ومش لازم في التمثيل بس، يعني ممكن حد في الحياه في العادي كده بيشتغل ان شاء الله رايح يقعد على القهوه فتلاقيه فجاه نزل من عربيته وثلاثه فجاه يقوموا فاتحين العربيات راكبين جنبه وقدامه ورا ويقوموا نازلين واقفين فينزل فتقول يمكن صحابه تلاقي عربيه ثانيه وقفت ورا منه نزل منها ثلاثه ثانيين فجاه يقوموا واقفين مستنيين لما يدخل واحد يسبقه واحد يفتح الباب مين دول؟ لا ده الحارس الشخصي بتاعه ومش عارفه التاني على اساس انه مستهدف. موضوع البادي جارد ده بقى موضه جدا. صح. ده يا ريت بادي جارد ده بيدفع لهم فلوس، ده ممكن يكون فيهم ثلاثه اصحابه على اثنين جيرانه على اخو مراته بس تعالوا معايا واعملوا ان انتوا فلعلتم لابسه بدل بقى كده وتقوم حلقه محدده تقوم ضربه الشمسيه و اتفضل حضرتك ثانيه واحده ثانيه واحده ما تعديش دلوقتي على اساس ان هو المكان عندك عامل ايه عشان الباشا معدي. بس خلي بالك في ناس ما بيبقوش مستهدفين اصلا. انا في الدور 15. لا انزلي اشعه طالعين من الاول اسانسير امان. مسدسك محشي. طب اسحب محشي كروم اسحب الاثنين التانيين عندك عشان اتاكد ان وابعت لي واحد بس. هات لي البواب من قفاه. البواب خلاص قفلنا عليه الاوضه بتاعته. البيه يتحرك. ايوه اتفضل حضرتك. فضل. من جنب الباشا محمد. البيه يمشي من جنب الباشا ما تقفش جنبه. الجو حر بيتخرق. اتفضل يا فندم عندي عادي عندي عندي اتفضل.